وفاءً لروح التعاون والتضامن الإفريقي ولكفاح ونضالات الأباء والأجداد من أجل حرية وكرامة وازدهار الأفارقة في كل ربوع القارة، وتجسيداً لالتزامنا الجماعي بالعمل الإفريقي المشترك، تحتضن بلاد الجزائر اليوم الطبعة الثالثة للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة، وهي فرصة تتيح لكم فرصة اللقاء كجيل جديد من بناة نهضة إفريقيا، حاملين راية أسلافكم الذين وعبر عقود عطلت مسيرة إفريقيا واستباحت ثرواتها، رفضوا الاستعلاء والظلم بالثورة على الاستعمار ومناهضة الهيمنة.